السلام عليكم طلاب، وياكم أستاذ رأفت رعد، مدرس اللغة الإنجليزية من قناة رأفت رعد. اليوم إن شاء الله راح نشرح اليونت الأول لكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط. طبعا هالملزمة إن شاء الله راح تلقوها بالمكتبة. أيضا عندنا ملخص اليونت الأول ثاني متوسط. عندنا الدرس الأول Lesson 1 A School Magazine. SP معناته اختصار Students Book، اللي هو صفحة 4. ونحتوي هذا الدرس على بعض المفردات المهمة كمعاني، بالإضافة إلى موضوع أس تملك وأنشطة إسقاطات، يعني الأشياء المهمة راح ناخذها في الدرس. مبدئيا عندنا الشغلة الأولى، هي هاي الأشياء المهمة راح ناخذها إن شاء الله، اللي هي البازلز، ستوريز، هاي الكلمات مهمة، سكول نيوز، تاون ايفنتس. بازلز معناها ألغاز، ستوريز معناها قصص، وسكول نيوز معناها أخبار المدرسة، وتاون إيفنتس هي أحداث المدينة، سبورتس ريبورتس هي التقارير الرياضية، والبويتري الشعر، كارتونز هي الأفلام المتحركة، جوكس نكات، لاترز هي الرسائل، بروبلم بيج هي صفحة المشكلة، وانترفيوز اللي هي المقابلات، يعني talk to somebody famous، نتكلم مع شخص مشهور. شنو المطلوب من عندنا بهذا اللي كلمات؟ يجب حفظها معاني واملاء. مثلا ممكن هسه يجيبك اياها يعني ناقص حرف او حرفين بالمرادفات والمعاكسات. ممكن يعني احنا ايضا راح ناخذ تعاريف، كتعاريف تحفظها، فلازم كتابه ومعنى. ممكن تجون على شكل مطابقة، اختيارات إلى آخره. إذن هذا المطلوب من هاي الكلمات، هي حفظ كتابة ومعنى. فنأتي الآن إلى الأسئلة في أسفل الصفحة، طبعا هاي مهمة، المهم مو كلها طبعا مهمة، طبعا المهم عندنا النقطة الثالثة فقط اللي نحتاجها بالامتحان، بقية يعني تعتبر أنشطة صفية، أسئلة مناقشة عن هذا الدرس. فالنقطة الثالثة راح نروح مباشرة، طبعا الأجوبة البقية موجودة. How many sections are there؟ نحسبهم 11. السؤال الثاني، write them in alphabetical order، ترتيبهم على شكل أبجدي، فعندنا هنا مرتبات كذلك. النقطة الثالثة اللي هي قلنا مهمة، match the sections to the definitions، اللي هي طابق الأقسام لتعاريفها. فعندنا مثلا funny stories with small pictures، طبعا هذا هو الحل، راح نكمل هاي النقطة، هذا الحل مالته. A funny stories with small pictures، احنا هنا لازم ننتبه لهاي الشغلة. funny stories، اولا هاي الكلمتين funny stories مع بيها صور، صور، اذا لقينا هاي ثلاث كلمات نكتب الى كارتونز، يعني حتى نميز هاي عن الجوكس. هنا لاحظوا هنا ايضا فاني ستوريز، بس هنا شنو الفرق؟ فرق انه بها الكارتونز بها بيكتشرز، والفاني ستوريز اللي هي الجوكس ما بها بيكتشرز. اذا هنا سؤال ممكن يجينا ايضا كتعريف، فنكتب هاي الى بالامتحان، يعني هاي الحفظ وهاي اللي يجيك الامتحان سؤال. النقطة البي اللي بعدها short funny stories، مثل ما قلنا funny stories مثل ما قلنا هم شافها مع قبلها وبدون pictures، إذن هي شنو هنا؟ jokes. سي، نقطة سي، writing with words that rhyme، إذا شفنا هاي الكلمة rhyme، إذا شفنا كلمة rhyme نختار لها poetry، يعني هو كلام أو كتابة تحتوي على إيقاع أو لحن، بمعنى اللحن أو أي شيء، يعني poetry اللي هو نفس الشعر. Asking people questions about themselves، اللي هي سؤال يعني الناس أسئلة عن أنفسهم. إذا لقيت asking people أختار لها interviews أو أكتب لها interviews. عندنا الـ E things happening in the town، things happening in the town، أشياء تحدث في المدينة. إذن
تلقائيا لازم اعرف انه هاي عندنا تاون. اذا شفت كلمة تاون اختار لها تاون ايفنتس او اكتب لها تاون ايفنتس. الاف اذا المطلوب من عندنا نحفظ هاي كتابه، نحفظها كتابه ايضا، وممكن تجينا اختيارات لكن لازم تحفظها كتابه. هاي الاجوبه اللي قلنا الكلمات المهمه معنى وكتابه نحفظها. Descriptions of events of for example football match. إذا شفنا كلمة football match اللي هي معناها شوط كرة قدم أو لعبة كرة قدم نختار لها sport news هي أخبار كرة القدم. النقطة اللي بعدها اللي هي report about school events. إذا شفنا كلمة school إذا عندنا school news أخبار المدرسة. والنقطة الأخيرة عن هذا المقطع اللي أظن ما تجي الامتحان هاي which section do you think you would read first and why؟ يعني ممكن تعتبر هي حسب رغبة الطالب. فأنا بالنسبة لي مثلا كتبت هذه الإجابة، ممكن طالب آخر لا يكتب غير إجابة، فالجواب على حسب رغبة الطالب مثل ما كاتب لكم الآن. الآن سوف نشرح موضوع قواعدي وهو S التملك possessive S. طبعا مثل ما تلاحظون هاي عندنا القاعدة بالكتاب go and get the boys bags. لاحظوا هنا أنا. one boy. إذا إذا عندنا مفرد نخلي الفارزة قبل الأس فنخلي فارزة وأس بهاي الطريقة. أما إذا عندنا ال but go and get the boys والفارزة صارت bags. هنا عندنا كان بالمثال السابق one boy ولد واحد. أنا more than one boy إذا أكثر من ولد إذا جمع. في حالة الجمع يكون أس جمع موجود فما نخلي فارزة وأس نخلي فقط فارزة. تمام؟ كذلك هذا المثال هنا أيضا. وكذلك أعدلكم هاي أيضا بالنشاط. نجي إلى الشرح يعني باختصار إنه الملاحظات المهمة عن هذا الموضوع. نستخدم أس التملك مع الأسماء لازم يكون عاقل أو غير عاقل. يعني سواء كان إنسان أو غير إنسان، حيث نوضح من خلال أن شيء ما يعود لشخص أو لشيء ما. كأن نقول مثلاً علي's book. لاحظوا هنا هذا الكتاب يعود لمن؟ لعلي. من خلال هاي الأس، من خلال هاي الأس عرفنا أن هذا الكتاب يعود إلى علي. كتاب علي أي أن الكتاب يملكه علي. ملاحظات وضع أس التملك. إذا كان الاسم مفرد نضع الفارزة العلوية قبل الأس. إذا كان مفرد يعني ما بي أس الجمع نضع فارزة مثل ما وضحنا هنا فارزة ثم أس. أما إذا كان الاسم جمع نضع الفارزة العلوية بعد الأس مثل ما وضحنا هنا إن هو بي أس الجمع فبالتالي نخلي بس فارزة. أما إذا كان الاسم جمع شاذ فيتم معاملته كاسم مفرد وتوضع الفارزة عفوا هنا نقص حرف الآر فتكون فارزة وليست فازة قبل الأس. إذا نوضع الفارزة قبل الأس. إما إذا كان الجمع شاذ يعني عندنا بعض الأمثلة على كلمات الجمع الشاذ مثلا عندك children هو جمع لكن ما بي أس الجمع هذا يعني يعتبر جمع شاذ. women women men people feet teeth إلى آخره. طبعا هنا أنا راح أختصر لكم الحكي اللي أخذناه كله سابقا بملاحظة واحدة باختصار. أي كلمة لا تحتوي على أس لاحظوا هذا الكلمة اللي ما بها أس في نهاية نضع لها فارزة عليا ثم أس مثل هاي سكول ما بها أس إذا هنخلي فارزة وأس هاي ثبتوا المعلومة زين. أما إذا كانت الكلمة تحتوي على أس يعني هي بها الكلمة أس من أصلها في نهايتها ونضع لها الفارزة العليا بعد الأس فقط بدون شنو بدون أس مثال لاحظوا هنا يعني. schools هي الأس موجودة أنا يعني ضفت بعد ضفت فقط الفارزة العليا لأن هاي الأس من أصل الكلمة أس الجمع وليس أس التملك زين. فأتمنى وضعت الفكرة. نجي هسه نحل هاي الأمثلة. هنا قلنا ما بيها أس خلينا فارزة أس هنا بيها أس خلينا فقط فارزة. طبعا السؤال يكون بهذه الطريقة ممكن يجيك مثال بالامتحان بهذه الطريقة ويقول لك possessive S انت شلون تعرف انه هاي S الملكية من خلال هذا السؤال بين قوسين يقول لك يعني
هاي الكلمة نخليك كما قاسين، أو أخلي لك جواها خاط. أريد من عندك شنو تخلي لي بيها الست مملوك. تمام، هذا الجواب. بالتالي أنه بما أنه ما بيها أس أخليه فارز أس. مثال آخر، the schools magazines، بالتالي هي بيها أس فأخلي شنو فقط فارزة. نجي للطريقة الأخرى للسؤال، مثلا my father's car is expensive، أيضا father's بيها أس كذلك، فنختار مثلا على شكل اختيارات. father لو father's الأس بعد الفارز العليا، لو الأس قبل الفارز العليا. هاي الطريقة يعني بهاي الطريقة، بما أنه هو الكلمة بيها أس فأخلي فقط فارز عليا أختارها يعني. واضح؟ زين، مثال اللي بعد the children's room is big. لاحظوا children، أريد أن نخلي لها S. عندنا هاي ما نختار لأن ما بيها S أصلا، أما نختار هاي أو هاي فقط. children ما تصير لأن ما بيها S أصلا. children's هي بيها S لو ما بيها، إذا نختار هاي. هذا الجواب كما وضح لنا. كتاب النشاط، هسه ننتقل لكتاب النشاط. تمرين عندنا رقم 1 صفحة 4 من كتاب النشاط، تمرين خطوات مهم جدا. عندنا مثلا هذا التمرين، عندنا هاي الكلمات بالتمرين بالبوكس، هاي تسقيط، فنختار من عندهم حسب معنى الجملة. Our teacher told us a فراغ this morning and we all laughed loudly. هنا يعني من خلال هاي الكلمة اللي هي laughed، من خلالها انه اقدر افهم انه احنا ضحكنا عليه ونضحك، وبالتالي على الجوك على النكتة. فهاي نسميها كلمات دلالية. بالامتحان شفت هاي الكلمة تختارها قبل جوك. النقطة اللي بعدها، نورا has written on فراغ for the magazines to for the school magazine. بالتالي إذا شفت هذين الكلمتين school magazine، مجلة المدرسة، مجلة المدرسة، اختار لها article. شنو اللي نكتبه بمجلة المدرسة؟ اللي هي مقال الارتيكل. النقطة اللي بعدها، our football فراغ. إذا شفت كلمة football كرة القدم، إذا نختار لها كلمة تيم اللي هو فريق، فريق كرة القدم. النقطة اللي بعدها عندنا we need to interview. طبعا احنا كلمة interview اخذناها هي مقابلة، فبالتالي ما نقابل، احنا نقابل شخص مشهور، نختار شخص في المقابلة شخص مشهور. والاختيار الاخير او النقطة الاخيرة، I don't like writing stories but I love writing poetry. نختار الشعر، بما أنه الشعر يجمع كتابة القصص، إذا شفت هاي الكلمتين أختار له poetry. التمرين الثاني، تمرين رقم 2 صفحة 4 من كتاب نشاط، اقرأ واختر القسم. سؤال اقصد خطوات أيضا مهم. فعندنا النقطة الأولى، my friend isn't talking to me I don't know why. هنا عندنا شنو صفحة المشكلة. النقطة بي اللي بعدها، طبعا انا اعتذر انه ما بنا تكون اقرأ رقم قياسي، عندكم النشاط تقدرون يعني تنتبهون عليها. عندنا رافائيل سكورد، سكورد معناها سجلة، just before half hour او half time sorry، سجلة اي بمعنى اذا شفت هاي الكلمة، كلمة سجلة اذا شفتها معناها سجل هدف. بالتالي وين هذا على يا سكشن من هذين السكشنات، او يا قسم الرياضة اللي هي سبورتس ريبورتس، قسم تقارير الرياضة يعني تجيب سر بالرياضة. عندنا هنا اذا شفنا كلمة talking to me I don't know why، اذا اكو مشكلة فبيج problem، اذا نحدد نقدر نشغلها هاي I don't know why، اكو فد مشكلة نختار له page problem. النقطة اللي بعدها سي، عندنا come and join the fun in the main square، انه يعني في المربع الرئيسي انضمام، اذا اكو حدث يصير بالمدينة، نحدد نقدر نختار هذا حدث رئيسي او
مربع رئيسي، خلينا نقول سكن مربع سكني رئيسي او فد شيء دا يصير هنا بالمدينة. اذا تاون ايفنتس احداث مدينة. النقطة دي our new English teacher Mr. Smith starts at the school next month. اذا لاحظوا لقينا كلمة school، اذا نختار ل school events and news اخبار المدرسة. اللي بعدها the door and the windows were locked. How did she escape؟ اذا اكو شنو هنا فد عندنا لغز حلينا. How did she escape؟ كيف خرجت؟ اذا اكو شيء انحل، اذا بزل لغز. عندنا هنا Why are you crying؟ واذا هي اذا شفنا هاي الجملة نختارها جوك. عندنا النقطة اللي بعدها underneath was a mouse that was all flat. هذا بمعنى شنو؟ شعر. إذا شفت هاي الكلمة بالأخص، يعني خلينا نقول بس هاي الكلمة فقط إذا شفتها اللي underneath، إذا شفنا هاي الكلمة نختار لها poetry. عندنا النقطة الأخيرة I am writing to tell you about. بما أنه writing كتابة، يعني أنا أكتب لك الآن، إذا هي رسالة. اختار لها letter، تسقيطات منها. ننتقل للصفحة اللي بعدها اللي هي التمرين الثالث، تمرين رقم 1، صفحة 4 و5. ملء فراغات أو اختيارات عن أسئلة لكم هو مهم جدا. طبعا هذا راح أخليه فقط أشرحه على السريع، هو سهل شرحنا. عندنا هنا الكلمة friend. friend ما بيها اس، يعني كلمة friend ما بيها اس، فبالتالي اخلي له اس فارزة واس لو فقط فارزة بعد الاس، لا اخلي له فارزة واس لو ما بيها اس. كذلك هاي ما بيها اس فارزة واس، كذلك بيها اس خلي لها فارزة فقط، مام فارزة واس. هنا خلينا بس فارزة ليش؟ لان عندنا هي اس فقط، فارزة تصير بعد الاس. woman ما بيها اس اذا فارزة اس، boys بيها اس. لاحظوا هاي مهمة، يعني حتفرقون. هذا مثال عن كلمة ما بيها اس، وهاي مثال عن كلمة بيها اس، فخلينا فقط فارزة. كذلك هاي ما بيها اس خلينا فارزة اس، وهاي ما بيها اس فارزة اس. طبعا تمرين جدا بسيط وما بيه يعني صعوبة. ننتقل للدرس اللي بعد اللي هو lesson 2 a new project. صفحة 5 5. يحتوي هذا الدرس على بعض المفردات المهمة على شكل اسقاطات بالإضافة إلى موضوع عمل اقتراحها. الآن عندنا موضوع جدا مهم، عندنا بعض الأسئلة وعندنا بعض التعريف كذلك راح ناخذها إن شاء الله. أدرس المعاني واجب على الأسئلة، مهمة جدا. الآن عندنا لازم نعرف هاي المعاني شو معناها، مثلا أنا هو اختصار بعض الأسئلة، مثلا يقول لك what do N and V مين، ماذا تعني هذه الرموز؟ عندنا الان نقطة واختصار لكلمة noun يعني اسم بالعربي، و V means verb اللي هو معناه فعل، اختصار لكلمة verb. السؤال الثاني how many meanings of printer are there؟ كلمة printer لها معنى وين؟ ف there are two. what do report and reporter mean؟ ماذا تعني؟ المهم بالامتحان عندكم هو فقط هذا السؤال الأول، ممكن يجينا حتى تعرف هذا معناها شنو وهذا معناها شنو، فقط هذا السؤال الأول مهم، يعني يعتبر نشاطات صفية. أما بالنسبة لهاي هسه أيضا راح نشرحها. عزيز الطالب هنا سنتعلم أشياء رئيسية يا جماعة مهمة في الامتحان. تحرير أولا أنواع الكلمات، عندنا باللغة الإنجليزية أسماء أفعال حروف إلى آخره واختصاراتها، يجب حفظ اختصارات املاء ومعنى. مثلا عندنا هسه هاي الكلمة اختصارها، الكلمة اختصارها مثلا عندنا الناون اختصار شنو؟ ان نقطة، يعني فقط اول حرف. نجي الادجكتيف صنع صفة اختصارها اي دي جي نقطة، اختصار اج هيك نقرة. عندنا مثلا ادفيرب ظرف اختصار شنو؟ اول ثلاثة حرف. اغلب الكلمات اختصارها اول ثلاثة حرف، مثلا كذلك هاي كونجكشن اداة ربط اختصارها فقط أول ثلاث أربع أحرف عفوا. عندنا الفيرب أول حرف، preposition عندنا أربع أحرف، تمام.
فإذا أنت مثلا أنطيك بالامتحان ممكن أستاذ أو أنا أجيب سؤال مثلا conjunction اختصارها هاي، زين الفيرب شنو اختصارها؟ أنت تكتب لها هاي بهذه الطريقة، لكل كلمة معناها معنى، وبعض الكلمات تحتوي على أكثر من معنى، وهنا يجب معرفة تعريف الكلمات في القاموس لكي تتعرف على المعنى المستخدم لها. يجب حفظ المعلومات المعنى لأنها تأتي على شكل قرارات واختيارات. إذا هاي طبعا اللي حكينا عليها، هاي التعاريف كنا تجي على شكل تعريف أو اسقاطات أو اختيارات. مثلا أنطيك هذا التعريف وأنت لازم حافظ ذني كتابه ومعنى ذني لازم تحفظه، هي الأرتيكل مثلا يقول لك فراغ a piece of writing in a news paper or magazine. مثلا يقول لك الأرتيكل لو كفر، أنت تختار أرتيكل. شلون أعرفها؟ أقدر مثلا أحددها من خلال piece of writing. piece of writing اللي هي شنو؟ قطعة من الكتابة. وين قطعة من الكتابة؟ في مجازين، في مجلة. زين نجي إلى الكلمة اللي بعدها cover اللي هو معناها غلاف، the outside of the book أو magazine. إذا إذا شفت هذه الكلمة outside of هو الجزء الخارجي من شنو؟ من الكتاب اللي هو أيضا نختار لك cover. إذا جاب لك اختيار مثلا كفر أو إديت تختار لك كفر. إذا ما جاب لك فقط فراغ وقال لك كومبليت أكمل، إذا أنت لازم تكتب هاي الكلمة الكتاب يكون حافظها. النقطة اللي بعدها إديت يحرر، لأن هنا عندنا في فيرب معناها to check and correct a piece of writing. إذا شفنا ذني كلمتين check and correct يدقق ويصحح اللي هو عملية التحرير. editor احنا عندنا editor هو somebody who edits. اذا اذا شفت هاي الكلمة بالتعريف اختار له editor. print v معناها شنو؟ فعل، اذا يطبع، to put words or pictures on paper. اذا اذا شفت هذه الكلمة to put words لوضع كلمات هي معناها عملية الطباعة، فهسه من اطبع هاي تطبع بآلة، لأن هاي كتابة كتبتها ثم راح أحصل على أوراق، يعني عملية برنت الطباعة. printer اللي هو شنو؟ الناون، الاسم. عندك هاي الجزئين هو somebody اللي هو who prints، إذا شفنا ذين كلمتين، أو شنو؟ machine أو machine that prints اللي هي الآلة اللي تطبع. يعني إذا شفت هاي أو هذين الثلاث كلمات نختار لها برينتر أو نكتب لها. الكلمة اللي بعد الريبورت، في معناها فيرب اللي هو معناها يقصد بها هاي الكلمة، هي فعل وليست اسم أو صفة وغيرها. شنو تعريفها؟ مثلا to describe an event. إذا to describe an event يعني هي أربع كلمات ما بيها شيء. وعندنا آخر شيء report noun معناها تقرير، reporter noun معناها صحفي. لأن هاي الكلمتين كلاهما اسم بس واحد معناها تقرير ومعناها الآخر الكلمة الأخرى اللي هو صحفي. طبعا عنده موضوع عمل اقتراحات ومهم جدا موضوع مواضيع القواعدية. لعمل اقتراح معين نتبع أحد القواعد التالية. حتى نسوي اقتراح لازم نحفظ هاي القواعد. عندنا الطريقة الأولى هي نستخدم قاعدة why don't we اللي جمعتها فعل مجرد. ليش فعل مجرد؟ عندنا don't دائما يجي وراها فعل مجرد، والأخير تكملة بعد الفعل المجرد، ثم نضع علامة استفهام. ليش علامة استفهام؟ لأن عندنا الواي اللي هي أداة استفهام. عندنا let هو فعل أمر أو اقتراح نايجي، فهي نقدر نستخدم أيضا لعمل اقتراح ثم بعد فعل مجرد كذلك ثم تكمل. لكن هنا شنو الجديد عندنا ننتبه له اللي هي نقطة. نقطة هنا خلينا على استفهام لأن عندنا أداة استفهام، هنا فعل أمر لأن خلينا شنو نقطة. shall we معناها أيضا هل يمكننا أداة للعمل اقتراح كذلك، يأتي بعدها فعل مجرد لأن هي من الأفعال auxiliaries الأفعال المساعدة أو الأفعال الناقصة، فيأتي بعدها فعل مجرد ثم تكمل ثم علامة استفهام. ليش علامة استفهام؟ وليش قلنا مجرد؟ لأن عندنا الشيل. وليش علامة استفهام؟ لأن عندنا شنو؟ عندنا الشيل.
عندنا هاي أمثلة مثلا لكل عندنا هاي أمثلة لكل نوع من القواعد، مثلا قالوا لنا shall we eat burger، لاحظ انه shall we اجى بعدها فعل، فعل مجرد بدون ing بدون ed بدون is الى اخره. وعندنا البرجر هي تكملة وخلينا علامة استفهام. المثال الآخر why don't we go to the mall، كذلك على هاي أساس هاي القاعدة why don't we، هاي لازم نحفظها احنا. وعندنا ال go هو فعل مجرد، و to the mall عندنا هو أو to the mall عفوا عندنا هو التكملة. المثال الأخير let's travel to Paris، let's ثم travel اللي هو فعل مجرد، Paris هي التكملة. طبعا شلون يجي بالامتحان؟ هي هذا المهم، الصيغة في الامتحان عندنا هذا ممكن يجيك على شكل اختيارات، مثلا why don't we، why don't we، ونختار do لو doing لو to do shopping. احنا هنا تعلمنا انه بعد ال why don't we شي يجي لازم فعل شنو، فعل مجرد، فبالتالي نختار do مثل ما وضحنا الجواب. المثال اللي بعده have a picnic suggestion shall، أنا شنو الطريقة يستخدم لك؟ منطق فد جملة ويقول لك سوي لي بيها اقتراح، سوي لي بيها اقتراح واستخدم الشيل، فبالتالي القاعدة راح تكون شيل وي، بعدها كمل الجملة وخلي علامة استفهام. عندنا المثال اللي بعده make suggestion to your friend about going fishing use why not، عندنا يقول لك كون اقتراح لصديقك عن الذهاب للفيشينج صيد الأسماك، وقال لك استخدم وينوت. إذا راح تكون القاعدة why don't we، ونكمل إذا why don't تصير هنا we مثل ما تلاحظون why don't we، بعدها go الفعل. إذا راح ممكن طالب يسألني استاذ مين جبت هذا الفعل، لاحظوا هو هذا وين موجود الفعل، بعد كلمة about لقينا الفعل اللي هي go، فناخذ بس بدون ال ing، لأن عندنا بعد ال why don't we قلنا فعل مجرد يجي بدون ال ing، هاي نحذفها ونكمل الجملة خلي علامة استفهام. عندنا كتاب النشاط تمرين رقم 1 صفحة 6 من كتاب النشاط، هل يمكنك أن تكمل وصف الوظائف؟ Can you write a description of the job؟ طبعا هنا ايضا مهم، هذا يعتبر عندكم مثال متوسط راح يجي وزاري تعريف اللي هو اديتور، كلمة الاولى مثلا هنا انا شارح لكم نقطة، برينتر اللي هو الطابع، somebody who makes copies of documents paper magazine etc معناها etc الى اخره. فاذا احنا شو نسوي هنا بالامتحان؟ نحفظ العمل مال الشخص او تكمل التعريف، هو راح ينطيك الاديتور انت تقول مثلا somebody who، هاي اذا اعطاك اخر اخر، اذا ما اعطاك انت تكون لازم حافظها somebody who، وتكمل edit and correct article كذلك البقية ايضا ما به المشكلة. يعني reporter اللي هو صحفي somebody who writes reports and articles، الشخص اللي يكتب تقارير ومقالات. عند آخر تعريف اللي هو photographer اللي هو المصور، اللي هو somebody who takes photographs اللي هو شخص اللي ياخذ صور. عند التمرين اللي بعد رقم 4 صفحة 6 و7، كم عدد الوظائف التي يمكنك إيجادها التي تنتهي بـ ER؟ هاي الكلمات يعني ما يجيب الامتحان هذا التمرين، لكن شنو الغاية من عنده؟ هاي الكلمات مهمة تمام، ممكن يجيك على شكل إضافة ER تمام، مثلا يقول لك clean صارت cleaner تمام، أو نقص حرف من هذه الكلمات مثلا plumber، أحذف لك عن الام واليو، أنت لازم شنو إذا تحفظهم تكتب لي إياها.
الصفحة اللي بعدها الدرس الثالث اللي هو Lesson 3 on Interview Sense Book 6 اللي هو صفحة 6 بكتاب الطالب الملون. هذا الدرس عنده مهم قطعة جدا مهمة بالامتحان اللي هي مستر جيمس، راح نقراها إن شاء الله ونتناقش على أسئلته. مثلا عنده Meet a Local Personality أو لقاء شخصية محلية. This month we talked to Jack James. هذا الشهر تكلمنا مع جاك جيمس. He runs Pizza Cabin. هو يعني فتح أو أنشأ يعني كابينة، خلينا نقول محل صغير للبيتزا. The well-known Italian takeaway and cafe in the high street. يعني فتح مطعم الأكلات الجاهزة الإيطالي والمشهور المقهى. I am sure we have all been. أنا متأكد أننا كنا هنالك many times الكثير من المرات with our families مع عائلنا. هاي كل مقطع سويتكم وترجمت حتى بالسهولة. How long have you worked at Pizza Cabin? How long هي ذي السؤال عن المدة، تأتي مع المضارع التاملي هو have had زائد فعل تصريف ثالث past participle. So how long have you worked at Pizza Cabin, Mr. James? من زمان تو أنت تعمل في كابينة البيتزا يا سيد جيمس؟ فجاوبه I've worked in the cafe for 10 years, but I've lived in HP since I was born. أعمل في مقهى منذ 10 سنوات 10 years, but I've lived in HP since I was born. لكني عشت في HP منذ ولادتي. طبعا هذه أسئلة جدا مهمة بالامتحان. مثلا هذا السؤال دائما يتكرر. السؤال الآخر Do you enjoy your work? هل تستمتع في عملك؟ Yes, I enjoy some parts of my work. I don't enjoy cleaning up when the cafe closes. طبعا هنا ممكن يشتغل عند أنه شنو اللي يكرهه، شنو اللي ما يحبه، وشنو اللي يحبه. اللي هو يستمتع بعمله بس يكره التنظيف من يرد يعزل. السؤال اللي بعده What do you like doing in your spare time? شنو تحب تسوي وقت فراغك؟ love painting، يحب الرسم. What things do you dislike doing؟ شنو اللي تكره تفعله؟ الأشياء اللي تكره تفعلها. I don't like washing up، أنا لا أحب الغسيل، أفعل ذلك في العمل، أحب الغسيل. I have to do that at work، علي أن أفعل ذلك في العمل. And I hate gardening، ويكره أيضا أعمال الحديقة. It's very hard، جدا صعبة. But we have a beautiful garden، بس عندنا شنو؟ حديقة جميلة. Because my wife loves gardening، لأن زوجتي تحب شنو؟ أعمال الحديقة. السؤال اللي بعده What kind of people do you like and dislike؟ شنو الناس اللي تحبهم وتكرههم؟ جاوبوا I really like people، أنا أحب الناس اللي هم who are polite، يكونوا مؤدبين، and ask for things nicely، ويسألون لطلب الأشياء بلطف. I don't like people who are impolite and shout، ما أحب الناس اللي غير مؤدبين يصيحون. What's your favorite food؟ شنو طعامك المفضل؟ Italian food، أحب الطعام الإيطالي إذن هو of course بالطبع. Pizzas، أيضا أحب البيتزا، and pasta، أحب الباستا. But I also like some English food. وأيضا أنا أحب بعض الطعام الإنجليزي like fish and chips. إذن هو يحب الطعام الإيطالي مثل البيتزا باستا، وأيضا يحب الأكل الإنجليزي مثل السمك والشيبس. What's your favorite TV program؟ السؤال اللي بعده ما هو برنامجك المفضل؟ كذلك سؤال مهم يتكرر هواي. جاب I watch all programs about cooking، أنا شاهد كل البرامج عن الطبخ. My favorite one، البرنامج المفضل is A Taste of the Sea، هذا اسم البرنامج اللي يتابعه المفضل عنده. Then why he love or like this program، ليش هو يحب هذا؟ Because he always learns something، لأنه هو قال أنا دائما I always learn something، أنا دائما أتعلم شيء من هذا البرنامج. Do you have any suggestions for making the town better؟ أنت يعني
عندك أي اقتراحات حتى نجعل المدينة أفضل؟ جواب: there are too many cars، هناك كثير من السيارات. in the town center، في مركز المدينة. why don't they build a ring road؟ طبعا هي جدا مهمة، راح تجيك أيضا من المرادفات. إنه اقتراح إنه يسوون شلون بناء طريق حلقي، ما أقصد به حولي، يعني أكو سرد حول أو داير مدار المدينة. عندنا كلمات الحفظ لا أو معنى معاكسات مرادفات، مثلا famous، إذا شفت إشارتي سوا معناها مرادفة نفس المعنى. famous مشهور، كذلك well-known معروف ومشهور. a road round a town، طريق حلقي. ring road نفس الشيء نفس المعنى هنا. to like عكسها to hate، إذا شفت كلمة أو إشارة X معناها عكس المعنى يحب يكره. بلايت عكس شنو؟ أم بلايت غير مؤدب ومؤدب. عندنا تمرين رقم 1 صفحة 8، أجب على أسئلة التعليم مقابل سين جيمس. عندنا كذلك بعد ما قرينا القطعة مال جيمس عندنا عليها أسئلة. السؤال الأول: how long، قلنا السؤال عن المدة، مستر جيمس have or booked in the cafe، شو وقت منذ متى هو يعمل في الكافيه؟ حسب ما قرأنا احنا نام القطعة. I worked in the cafe for 10 years، كده هو لمدة 10 سنوات. اذا الاجس اللي هنا من النشاط تلقاهم اجوبتين في القصة. الاخر السؤال اللي بعده: How long has he lived in Ashby، كده هو عاش بأشبي؟ قال since he was born، منذ ولادته. إذا تلاحظون هنا أنه how long تجي مع ال has وال have والتصريف الثالث، إذا المضارع التام. نقطة C: what does he dislike doing، شنو يكره هو؟ قلنا إحنا cleaning up washing up and gardening، تنظيف والغسيل وأعمال الحديقة. النقطة اللي بعدها: why does he like the program or taste of the sea، قلنا ليش يحب هذا البرنامج؟ لأنه I always learn something، لأنه دائما يتعلم شيء من عنده. النقطة اللي بعدها: why does he think a ring road would help the town، ليش أنه أعتقد أن هذا الشيء راح يسوي يساعد المدينة. there are too many cars، لأن احنا قلنا سيارات هواي، بالتالي لازم نسوي طرق جديدة وطريق ده يكون حول المدينة مو داخل المركز ويصير زحام. تمرين رقم 2 صفحة 8، اقرأ من المقابلة في الصفحة القادمة واجب على الأسئلة. كذلك هاي أسئلة مهمة عن هاي القطعة، راح نقرأها إن شاء الله ثم نجاوب. meet a local personality، كذلك نفس يعني اللي تقريبا نفس المعلومات أو مقاربة للطريقة اللي كانت عن مستر جيمس. this month، هذا الشهر، we talked to يحيى زكي، تكلمنا مع يحيى زكي، the head teacher of of a high school in the city، مدير مدرسة ثانوية في المدينة. how long have you been a head teacher Mr. زكي، بدأ يسأله. كم مدة كنت رئيسا أو المدرسة أو مدير المدرسة؟ فأجاب: I've worked as a head teacher for 10 years، يعني قاعد يشتغل هو مدة 10 سنة. before that I was a math teacher، كان قبل ذلك قبل أصير مدير كان شنو؟ مدرس رياضيات. do you enjoy your work؟ I love teaching young people and working with other teachers، أني أحب التدريس الناس شباب وأعمل مع مدرسين آخرين. I don't enjoy doing paperwork، ما أحب لا أستمتع في عمل الورق أو الأعمال الورقية، paperwork معناها. السؤال اللي بعده: what do you like doing in your spare time؟ I don't like sitting at home، ما أحب شنو اللي سؤال طبعا. What do you like doing in your spare time؟ شنو تسوي وقت فراغك؟ جاوبهم: I don't like sitting at home، أنا أكره الجلوس في المنزل. in the evenings، في المساء. so I go out a lot،
أنا أخرج الكثير، يعني كثير من الوقت هو يكون بالخارج، خارج البيت. I go to a French class، أذهب إلى صف اللغة الفرنسية on Mondays في يوم الاثنين، on Saturdays في أيام السبت I go to the gym، أذهب إلى قاعة رياضية. What kind of people do you like and dislike؟ I like people who، يعني سأل هنا أنا what kind، أي نوع من الناس you like، أنت تحبه، and dislike، تكره. I like people who can tell a good story، أنا أحب الناس اللي تستطيع أن تخبر قصة جيدة. I really enjoyed listening to them، أنا حقا استمتع بالاستماع إليهم. I don't like students who drop paper، أنا لا أحب الطلاب اللي تب ورق. And empty cans، وعلب فارغة. In the classrooms and don't put، في الصف ولا يضعونها. In the letter pens، في سلة المحملات. What's your favorite food، ما هو طعامك المفضل؟ I love Iraqi food، أحب الطعام العراقي. What's your favorite TV program، شنو برنامجك المفضل؟ I don't watch much television because I am usually out، أنا I don't watch much television، أنا لا أشاهد التلفاز كثيرا. Because أني I am usually out، أنا في الغالب خارج العمل. But I like some programs، لكني أحب بعض البرامج. About health، عن الصحة. Health for all is my favorite، طبعا هذا البرنامج اللي هو Health for all is my favorite، هو المفضل بالنسبة لي. What's your favorite place in town، ما هو لك مكانك في المدينة؟ The Cornish، I go there every weekend. Cornish اللي هو الكورنيش، يذهب كل يوم في عطلة أسبوع. Do you have any suggestions for making the town better؟ هل لديك اقتراحات حتى تخلي المدينة أفضل؟ The town needs some more parks، المدينة تحتاج إلى الكثير من المتنزهات. The roads and bridges، الطرق والجسور should be improved too، طرق الجسور يجب أن تشيد أو تحدث أيضا. الدرس اللي بعده lesson 4 عن interview 7 page، الصفحة السابعة. أولا المضارع التام البسيط، إن شاء الله بهذا الدرس هناخذ المضارع التام البسيط اللي هو present perfect simple دائما، يعني نوع على هالشي طلاب. اسم الموضوع دائما حفظه، اللي هو بالإنجليزي حفظ شكله ومعناه بالعربي، تمام؟ هذه القاعدة هم أعطيكم إياها بالكتاب. نستخدم المضارع التام البسيط من عن أحداث اللي حصلت في الماضي ولا زالت أثارها حتى الآن. ذلك التحدث عن أحداث اللي حدثت في الماضي ولا عن وقت حدوثها، وكمان في الأمثلة التالية. She has lived in Baghdad since 1990، هي يعني عاشت في بغداد منذ 1990. المثال اللي بعد، they have studied math، درسوا الرياضيات. لكل زمن حالة إثبات وحالة نفي وحالة استفهام، فبالتالي شكل الجملة راح يكون في حالة إثبات. شلون؟ عندنا الهاز والهاف هو فعل مساعد. الفعل المساعد ليش نسميه فعل مساعد؟ لأن يساعدنا حول الجملة إلى نفي واستفهام. فنركز عليه الهاز والهاف، نركز عليه. زين، نجي فاعل في حالة الإثبات، يعني لا نفي ولا سؤال. فاعل ثم هاز وهاف، الهاز للمفرد والهاف للجمع، زائد تصريف ثالث للفعل، لأن عندنا مضارع تام، زائد تكملة ونقطة. في حالة النفي ايش راح تكون؟ فقط نضيف نت بعد الهاز والهاف، فتصير فاعل هافنت أو هازنت، تصريف ثالث للفعل ثم تكملة ونقطة. عفوا هنا مو حالة النفي، أنا هنا أكون في خطأ مطبعي، هنا حالة أقصد بها حالة الاستفهام. شكل الجملة في حالة الاستفهام، هاز وهاف قلنا الفعل المساعد قدمه، لهذا السبب لاحظوا هنا بالنفي ساعدنا هو وبالسؤال ساعدنا.
لهذا السبب سميناه فعل مساعد. ففي حالة السؤال يتقدم الفعل المساعد على الفاعل. لاحظ الـ have والـ has وين كانت؟ تقدمت في حالة السؤال، صارت في البداية. فـ has و have زائد فاعل زائد تصريف ثالث للفعل ثم تكمله وعلامة السؤال، لأن يعني عندنا have و has في البداية. ملاحظة، تستخدم الـ has إذا كان الفاعل هي و she و it أو اسم مفرد. اسم مفرد مثل علي، كار، سيارة واحدة، كات، قطة واحدة إلى آخره. في حين تستخدم هاف إذا كان الفاعل they, we, you, I أو اسم جمع، اسم جمع مثل علي ومحمد، اثنين، كارز، سيارات، كاتس، قطط. ملاحظة، الظروف الدالة على هذا الزمن، يعني الكلمات اللي تدل إذا شفتها بالجملة أقول هذا الزمن مضارع. مثلا عندنا since, for, so for, yet, just, ever, never, و already. طبعا شلون يجينا بالامتحان؟ على أكثر من طريقة. مثلا عندنا الطريقة الأولى، مثلا go يعطيها بقسم فعل ويقول لك وراي صحح الفعل. شلون عرفت هذا؟ يعني شو أسوي؟ لا، من أشوف كلمة، نشوف كلمة already نعرف إن هذا زمن المضارع التام، بالتالي لازم أطبق عليه القاعدة اللي هي فاعل I ثم have أو has، then I أخذ have ثم already ثم الفعل go يصير gone تصريف ثالث ثم shopping أكمل الجملة نقطة. عندنا مثال آخر أو طريقة أخرى للسؤال، مثلا she not to write. أولا من شفنا كلمة not معناها هذا الجملة يريدها في حالة النفي. بعد شفت شنو عند الدليل الآخر اللي هو اليت، دليل على أنه هاي الجملة في زمن المضارع التام. إذا أريد من عنده أحول الجملة إلى مضارع تام في حالة النفي. تلاحظون شو الجواب؟ إذا شي هو الفاعل، ونختار شي هاز ونخلي وراها النوت، رايت تصير رتن تصريف ثالث، ثم تكمل الجملة للأخير نقطة، لأن عندي بداية الجملة بادية بفاعل أو ضمير. الجملة اللي بعدها وات، لاحظوا هنا أولا وات هي أداة استفهام مثل ما أيضا مخلي علامة استفهام الأخير، ويو ودو كوركت. أولا أجي أنا أعرف هاي الجملة so far هي بالمضارع التام، بالتالي يريد من عندي أسوي جملة مضارع التام في حالة السؤال وات، فالوات تنزل نفسها. الهاف هي مو تكون بعد اليو في حالة السؤال، نقدمها على اليو على الفاعل، تصير what have you. do تصير تصريف ثالث دان، so far علامة استفهام. أتمنى يعني وضحت الصيغ الأسئلة كذلك.